أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. اليوم رح أهرب من هاي البنت المرعبة. أنا ما بعرف مين هي بس شكلها حدا مرعب لازم أهرب منه. هذا إيش المكان؟ مرحبا، لازم نهرب من العمارة قبل ما تيجي هاي البنت المرعبة وتقتحم المكان كله، تسيطر على المكان. واو، آيفونات مرميين على الأرض. ممكن أخذ آيفون ولا حتكهرب؟ بعدين شو لازم نعمل؟ لازم ننط. ايش هاد، ايس كريم؟ متت. لازم ننط من فوق هدول الايس كريمات. هي هالبنت المرعبة، مين هاي؟ ما بعرف، بس هاي الها صورة وهدول مصاصات. بس العمارة اللي لازم نهرب منها شكلها العمارة حلوة، فيها اشياء لطيفة. الباب مسكر، لازم نلاقي طريقة تانية نطلع فيها من المكان. اكيد مثل العادة الفنت. وهلا رح اطلع من هذا البنت، بس لهلا ما هاي البنت المفروض اهرب منها ما عملت اشي، شكلها لطيفة يعني، ما اجت ولا لحقتني ولا عملت اي اشي. مش عارفة، من حيث اتيت، انا متأكدة من حيث اتيت. يا الله بكره هذا الشعور. هاي المكان هون. وشو هاد المرمي على الارض؟ ايس كريمات؟ هي طباخة؟ انتي طباخة؟ ليش المكان الاوبي تاعك كله اكل؟ وايش هلا حيطلع شاورما؟ ولا مستحيل شكلها اجنبي؟ ما عارفة، حاسة اللعبة كلها اكل. اول اشي ايس كريمات، بعدين مصاصات، بس التليفونات الاشي الوحيد ما له علاقة بالاكل. ايس كريم كمان مرة. واو، هاي الايس كريم احلى اشي في الحياة، فيها الكرزة. بس تاكل الكرزة عادي، اي اشي تاني بسيطة، بس اهم اشي الكرزة. وكمان ايس كريمات باشكال مختلفة. انا مو عارفة مين هاي، بس شكلها حدا مشهور. هلأ لازم نحل أول لغز عشان نقدر نهرب من هذا المكان. في زر لازم نضغط عليه. طيب خليني أشوف، ها هي معها عصير كأنه حتى بالصورة. في صوت بخوف، ألمسات من أكلات لألمسات. في صوت أقدام، في صوت أقدام، ما بعرف أقدام مين. معقول هي؟ أنا خايفة كتير أطلع ألاقيها. هاي الباب الثاني لازم أضغط فيه الزر الثاني. الخواتم الماس بس جوا خزنة. على فكرة أنا أبدا مش مهتمة إني أسرقكم، فياريت ما حدا يخبط فيي، أنا مش جاي أسرقكم، أنا جاي أهرب من هذا المكان الغريب اللي هو يمكن بيتها، ما بعرف شو هذا المكان. يا الله أنا كتير خايفة أخبط في خاتم من هالخواتم ويصير إشي بخوف. في صوت زئير، مثل زئير كلب أو إشي. هيا 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 بتزعر هنا. صرخت، صرخت صرخت صرخت. انتي زومبي ولا شو؟ استني بدي اهرب منك. يابا شكلها بخوف، شكلها بخوف، شكلها بخوف. واخيرا هربت منها، بس جاي عبالي اشوف شو بتعمل لما تاكلني. تعالي كليني بدي اشوف شو بتعملي. واو شكلها كتير مرعب. وهي هربت منها. وهلا شو، كرة سلة؟ انتي لعبة كرة سلة ولا طباخة؟ حس الاوبي هاد ما اله دخل في اشي، يعني انا مش قادرة اعرف لهلا مين هاي الشخصية اللي انا قاعد اهرب منها، بس كل اللي حاسه انها حدا كل العالم عارفه الا انا. ايش هاد، دحشينك في السلة؟ واو ايش؟ I am not feeling you. طيب شو يعني، عادي مش ضروري، بس جاي عبالي اتأمل شكلك. دقيقة، اتأمل شكلك وانتي مدحوشة في السلة. يا حرام شكلك بحزن. بس انا حاسه انه يعني قاعده لطيفه تكوني هيك قاعده في قلب السله والكرات تحت على الارض. وهلا لازم نهرب من هاي اشعه الليزر. هدول كانهم اقلام حمراء روج، الالوان كتير غريبه، ما بتخيل اي كائن ممكن يحطها. اخضر وبنفسجي وازرق واشياء كتير غريبه، مش عارفه مين، يمكن هي هيك بتحط الوان غريبه على وجهها. ضل اخر اشي وحلو، ولا اشي بموت يعني، دعست عليه هذا قلم الرج 6000 مرة وما متت. لازم نتسلق على الدرج ونهرب من بس الدرج فيها خطر. عليها اشعة الليزر المعتادة. رح انط وضل اخر اشي هون. وشو هون كمان؟ في ايس كريمات كمان. لا مشط، هاد مشط شعر، بكره هذا المشط، بحسه اكتر انواع المشط اللي بتوجع الشعر. لازم نلاقي مكان نرفع فيه هذا الجسر. طيب هطلع فوق واشوف كيف بدي. في زر هناك شكله لازم اضغط عليه عشان اطلع الجسر لفوق، بس النطات صعبين. هاي نطة كتير صعبة، وقعت على المشط. هاي اخر نطة ودويت الزر ومفروض هيك يطلع الجسر. انا حاسة احسن اشي اعمله في حياتي اني انتحر، لاني لو بدي ارجع للجسر بدي ارجع امشي من عند هدول المشاط واعرض حياتي للخطر، فالانتحار هو احسن اشي حاسة. يلا انتحر، ولا هيني ما عم بموت.
هاي اللي انتحرت لحالي ورجعوني عند الجسر، وهذا شيء رائع. مرات احسن اشي الانسان يعمله انه خلاص يستسلم. انتي 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 ليزر وانتي مع بعض كتير، ارجوكي كتير كتير. واو هربت منها مع اني رميت حالي بالليزر، ما تخيلتها تطلع لي. وهلا بدنا نطلع على العمود هالفقري مثل كل العاب الاوبي، ما بعرف ليه بحبوا ندخل في احشاء الكائن. ضايلك عظمتين، يا الله صوت دقات قلبها كتير بيوترني. هاي صوت دق 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 كتير بخلي الواحد يتوتر، يعني لو ما في اي اشي بيوتر هذا الصوت لحاله بيوتر. ضايل هون وحتسلق على هذا الاشي الاحمر، وعظام كمان مرة بكره نطفو العظام كتير صعب. اخر عظمة واشعة ليزر في كرشة، ما بعرف ليه، يمكن بتاكل اسلاك كهرباء بتتسلى عليهم بعد ما تخلص الوجبة الاساسية. واخر اشي وكمان عظام، بعدين وين رح نصير؟ هاي العظام المعظمين، وهاي النطة كتير صعبة. ضل اخر وحدة، شو هاد بروكلي؟ شو هاد؟ مشروب؟ ايش هذا الاشي الاخضر؟ زرار؟ قميص مبلوعين؟ مو عارفة شو هذا الاشي الاخضر. واشعة ليزر دوارة، ما بعرف انط من فوقكم ولا امشي من جنبكم. راح احاول امشي مع انط، اعمل الاستراتيجيتين مع بعض. لا انت يا مسدس ما بدي اشتريك ابدا. اوكي الحمد لله مشيت حركة المشي. ضل العظمتين هدول. وانط على هذا الاشي التسلق، شو ننتحر نرمي حالنا في اشي؟ مش عارفة وين رح ارمي حالي. كويس ما في اي اشي بخوف. ورجعنا هون كأن طب ما احنا طلعنا، ليش عم نرجع ننزل؟ حاسة انا تايهة ولا هيك الوضع صح؟ حاسة انا كنا فوق بعدين رمينا حالنا تحت، ليه؟ يا الله هدول عظمتين بيخوفوا. الحمد لله خلصت منهم، خلاص خلصنا عظام. شو هاد؟ ايش هذا الاشي الهلامي؟ ما متت منه، مو عارفة شو اعمل معاه، يعني شو التعامل معاه؟ انط عليه امشي عليه؟ بس هو اشي لطيف. وهلأ صرنا في هذا المكان الاحمر، شو هاد؟ هذا الشرايين دم؟ مو عارفة، بس في متاهة، في اصوات اقدام، خايفة تكون هي عم تلحقني. هاي المكان هون شكله النهاية. انا كتير متحمسة اني اخلص من هذا الاشي اللي ورا. وشو هون في؟ اشي بخلينا نسرع، ومفروض ننط هدول ولا ما ننط؟ ما ننط. هلأ راح اهرب منها بدون ما انط عليها، ضل اخر وحدة. ما بعرف هم حاطين لي وقت وهيك اشي اخضر كأنه وقت قد ايه انا بخلص اللعبة. وهلا وين احنا؟ شو هذا؟ انتي انتي انا جيت، هتلحقيني؟ شو هتعملي ولا هيك؟ هتلحقني هتلحقني هتلحقني، انا خايفه. هي عم تلحقني ولا بتهيألي؟ جايب هلا شو شكلها، نفسي كتير الف راسي. في لافا، متت في اللافا. طيب مره ثانيه اشوف شكلك. شكلك كثير بخوف، يمكن ما كان لازم الف راسي. عم تقرب علي، ابعدي ابعدي، اكلتني. هلا ما رح اتهبل والف راسي واشوف شكلك وانت بتركضي، مع انه كثير في ناس بلفوا راسهم بيرجعوا بركضوا لورا، ما بعرف اعمل هاي الحركه ابدا، بس كثير بحسها حركه حلوه تقدر تشوف اللي بتهرب منه. وهذا شو؟ ماتت. وهلا راح انطلق، مش كتير سريع فالشعور لطيف، بس ما بعرف ليه في لافا تحتنا، فححاول اني ما اوقع في اللافا، مو جاي عبالي انشوي فيها، بس مو كتير سريع. في العاب اوبي كتير بيكون سريع وواحد ابدا ما بقدر يتحكم بالنطة. وهلا راح ننط على هاي حجارة الديناصورات من العصر الكبريتي. ضل كم واحدة، انا خايفة اوقع، بس هو السرعة مناسبة للنط، بس حجم الحجر شوي غريب، بيضاوي ملفوفي هيك غريب شكله، فمش مريح النط عليه. شكله هذا الحجار بحطوهم على الناس، بحطوهم على ظهرهم هيك حجار سودا، بحمصوها بعدين بسلخوا فيها ظهرهم على اساس يسترخوا، مع انه قمه الاسترخاء خلص ياكلوا الواحد شوكولاتايه ولا يتفرج على التلفزيون احسن له بالهبل هاد. ضل اخر حجر، ياي خلاص خلصنا. وين احنا؟ شو هاد؟ سجن؟ مسدس؟ ليه مين حتخ؟ شكلها هلا رح تيجي اللقطة الحاسمة واقاتلها. وينك؟ تعالي يا ام كشة تعالي. انا انت ما بقدر اتخ عليك، لازم اتصرف معك بتهذيب، افتح الباب بتهذيب. تعي ولا ام كشة، انا مش خايفة منك، معي مسدس هلا. تعالي تعالي، خدي خدي. ايش بتعملي؟ خ...
خدي خدي. واو بتموتي بسهولة انت يعني هبلة مش قوية ابدا. ايش هاي الحركات الراقصة؟ لا ما طلع اشياء غريبة من ايديكي. خدي خدي. ياي ماتت وقعت كشتها، ماتت وقعت كشتها. ياي رح اهرب قبل ما يرجعوا اعضائها وترجع تنقض علي. في هليكوبتر عم تستناني. واو شكلي شخصية مهمة ليكون انا المشهورة، وهي حقد على شهرتي. يا هليكوبتر استنيني، والله لو بتطلعي من غيري لا اطخك. يا هليكوبتر. اوه واخيرا ركبت الهليكوبتر. وين رح نصير؟ رح نصير في اهم مكان اللي هو الحديقة. وهاي هي البنت حاطين صورتها باخر اللعبة. في متفجرات عم تتفجر على راسنا، مع انه احنا مفروض فزنا باللعبة، بس ما بعرف هاي النيازك والكويكبات ليش عم تنزل على راسنا، والمرجحة كتير صعب وضعها. هاي هي البنت اللي انا هربت منها، وانا مو عارفة مين هي. معها عصير، هي بتعمل دعاية عصير او طباخة او فاشينيستا. اكتبولي بالتعليقات مين هذا الكائن اللي انا هربت منه اليوم، واذا عجبكم الفيديو اعملولي لايك، واشوفكم بفيديو تاني. باي باي.